السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، راح نطرق لكم اليوم واحد الموضوع. كما يقول لك ما عنديش ورقة وسجل إخواني، وشن هو مشني بيطاري. راه أخوكم هاوي للطيور. وإخواني، أعوذ بالله من كلمة أنا، بعد ما راح نتكلم على الموضوع هدايا، قبل ما نعود نعرف الحوايج هدمة، بالطبع ما تولي عصافير بزاف. الو اخواني، كما يقول لك هذه هي الوقت الحالي، فيه الامراض مع البرد والبرد والاوساخ. ومننا نحكي لكم ان شاء الله واحد الموضوع، ان شاء الله وتعودوا كما يقول لك قدر المستطاع. اخواني، الكمال لله، ربنا يتفاهم. بس دقيقه برك، دقيقه اخواني. فوالا، بوه اخواني، راه نحطو قدامكم صح. هذا شويه خل، غير شويه في الماء العصفور، ونبداو ان شاء الله على بركه الله بالدرجه باللهجه الجزائريه. سمحوني اخواني اللي ما يفهموش اللهجه الجزائريه، سمحوني، راه اخوكم في الغربه. كما يقول لك ما نتيتوايوش العربيه كل يوم، كون جينا عايشين في الخليج ولا في دول العربيه، رانا نتكلموا بالدوله باللغه العربيه. وشنو؟ الحمد لله، نعرفوا ديما ديما نقراو القران، لا اله محمد رسول الله، والسلام عليكم. بوه اخواني، كاين بعد بزاف من الناس يبعثوا لي فيديوهات ولا يقولوا لي اخي غاني انا عندي فرخ مريض، هاو كيف ماش ندير له. بون اخواني، باخذ هو انسان كيموت العصفور، ما يكونش العصفور هذا على رقبتي انا. الوغ بغيت نفهمكم اخواني، كاين بالنسبه للعصافير، انا الامراض اللي نعرفهم، المرض الفتاك اللي نعرفه هو سالمونيلا. سالمونيلا هذا اخواني كيما حتى يجي. الوغ نصيحتي اخوان او المربين الطيور، نقربوا لهذا ونحكيو معاكم. اخواني، نصيحتي لكم كما يقول لك اخوكم غاني هاوي للطيور، راك تشوفوا في الماء هذا يا اخواني، انا ها معدني من بكري. خلاص لا بروميير فوا اخواني، المره الاولى اللي نعدت فيه المعدني، كان الناس ضحكوا عليا قالوا لي انا ما لقيتش باه نشربوا كيما نمدوا العصافير. درك نحكي لكم عليها اخواني. الو اخواني، مرض السالمونيلا كيف ماش يجي، باه يفهموا عليا الاخوان ان شاء الله، صرتوك اللهجة تاعنا. اخواني، مرض السالمونيلا كيما يجي، مرض السالمونيلا راك تشوفوا اخواني، انسان ما ينيطوايش لا بوفيت تالما. هادي اخواني، انت دركا تجي من العمل اخي المربي، او خرجتي نهار كامل العصفور تاعك شرب الماء، راهو متراكم، راهو ما يجريش، ماهوش نهر ولا واد اخواني. الوغ تجي ديريكت تموت شونجي الماء. الوغ بغيت ننصحكم اخواني، مرض السالمونيلا لا بليبار يجي من الماء، باه يعني نكونوا اخواني، الا كان نكون غلط سمحولي. وشن هو؟ انا بحثت شويه وعلى هذه تعلمت، عدت نعرف نداوي في العصافير تاعي. واحد ما حبينا عاد الخطره الاولى، الخطره الاولى كي ندخلوا اليوتيوب نلقاو المعلومات ناقصه، كما يقول لك تلقى واحد ينعت لك غير كيما هي كوبلي. ما شاء الله والسلام عليكم، كما يقول لك علمني كيما نصيد، ما تمدليش كيما ناكل. بون اخواني، فهمتكم، مرض السالمونيلا اخواني يجي من الماء، الماء كي تراكم بزاف، ولا انت ما تمد الماء معدني اخي المعرفة، نقولوا راك تمد الماء المعدني للعصفور كل يوم وما تنيطوايش. هذه اخواني، او لي بيفات الماء، هذه عندك 15 يوم في الخطره تغسلهم بالجافيل. راي اخواني، مرض السالمونيلا فهمكم كيف ماش، خاطر ما كاينين الناس يقول لي اخي غاني انا نقول له بار اكزومبل بايتريل ولا حاجه وما يداويلوش بايتريل، ومن بعد يقول لك اه وجربيه وقال لي ومنا. كاينين من اصدقاء قلت لهم وما صلحت لهمش. باغ نفهمكم انا اخواني، ما تشولي عصافير قبل بزاف، والعام هدايا حكمني هذا السالمونيلا ما تشولي زوز.
فقدرت نصوفي الطروازيام حطيته من الفوق فمالة، هما تروا فمال كما يقول لك. الوغ اخواني كما قلت لكم السالمونيلا يجي من الماء الخز هذا، كي تلقى لابيفا تاعك تزلق دخل صبعك اخي المربي في الوحده مشربيه الماء، دخل صبعك تلقاها تزلق، هذا هو اللي يمرض لك العصفور، خاطر ماشي الماء ماهوش جاري اخواني، الماء راهو راكح، والماء كي يركح بزاف يتكون دي ميكروبات، ومن الميكروبات هذه اللي تحكم العصافير هي سالمونيلا اخواني. والسالمونيلا اخواني مرض يعدي وكما يقول لك فتاك يقتل صح العصافير. ما اخي المربي تغفل على العصفور تاعك، كاين دي زيتاب اخواني كما يقول لك كاين مراحل، درك فهمتكم ان شاء الله على قدر المستطاع. بو اخواني السالمونيلا كما قلت لكم هي من الماء ولا حشرات ولا حاجه كوري ترونجي كما يقولوا يجيب لك المرض هدايا، صورتو فوليار تكون عندك فوليار ويكونوا فيها لي ترو بزاف في ارام الصغيره هذيك ولا حاجه من البول الفيران ولا المهم اي حاجه ميك حشرات. الوغ اخواني السالمونيلا البوراس تاعها ما يجيش اخضر، خاطر ما كاينين الناس ما يفرقش بين الكوكسيديا، احنا مشنا بياطيرا اخواني واش هو، اعوذ بالله من كلمه انا عييت نروح عند البيطري ولا ما من اخي المربي راك مريض تروح عند الطبيب يقول لك واش بيك، كي ما تعرفش واش بيك الطبيب ما يقدرش يعرف واش بيك، لقل داك المخبر ويحلوك ويديروك الدم ويديروك. الو اخواني سالمونيلا هي تجي جاريه حشاك من البوراز تاع العصفور يجي جاري ما يجيش اخضر. وهذا المرض هذا اخواني كل ما داوي وهش توت سويت كما يقول لك في الوقت كما يقول لك اقرب وقت المرض هذا ينتشر في جسم العصفور ويوصل واحد ليطاب اخواني ما تقدرش مام تجيب الدواء مام يقول لك سبيسياليست ما مرحله هذه سلام عليكم مات العصفور. هذا البارفا على بغيت نفكركم برك هذا البارفا تاعنا. الوغ اخواني كما قلت لكم دركا كاين مراحل تاع السالمونيلا هذه اخواني، البوراز يجي جاري وما يجيش اخضر مش كيما الكوكسيديا اخواني، يجي جاري ويجي شويه قهوي كما نقولوا، لازم انت اخي المربي توت سويت لازم تداوي الحاله هذه. وكما يقول لك عده ادويه اخواني، انا جربت خطره كما يقول لك اموكسيلين، درك نفهمكم علاش اموكسيلين. انا اموكسيلين كي كان ولدي كانت عنده انفيكسيون على الانتيغ وما عرفوش واش هي الانفيكسيون، هذا اموكسيلين يستوبي الانفيكسيون كما يقولوا، فاهمين اخواني. دركا كيما يقول لك سالمونيلا الماء البوراس تاعها جاري وبريسك قهوي ماهوش اخضر كيما الكوكسيديا اخواني. اخي المربي كيما تشوف العصفور تاعك بدا يدير البوراس جاري ماء قهوي داوي العصفور تاعك، لان السالمونيلا واش دير اخواني من بعد تنتشر في جسم العصفور، واش دير له كي تنتشر في جسم العصفور هي سي نورمال تحكمه في الامعاء، ومن الامعاء راهي تروح له للكور تاعو تروح له للمفاصل بعد تروح له للدم اخواني، هي لا راحت له المفاصل. ولكن بعد المربيين اللي يعرفوا العصافير تلقى العصفور تاعك مطيح جنحيه، اجنحه العصفور طايحين اخواني، هذه سالمونيلا راهي طلعت له المفاصل. ولكن ما تقدرش تداويها اخي المربي، ولا كي تشوف العصفور تاعك عنده سالمونيلا نصيحة الإخوان، اجبد العصفور تاعك وديزانفيكتي كيما يقولك لاكاج الوحدة تاع الماء اللي عندك فوليير وسي ديزانفيكتي كلش باش تيفيتي، خاطر ماش سالمونيلا إخواني تبقى حتى تقولك نزيد نفهمكم عليها كيفاش تنشاشر. كاينين الناس يعرفولها يداويها، وهي كي تداويها تعطيهم نقولوا إخواني دواء كيما نقولوا اموكسيلين، اموكسيلين تستوبي لانفيكسيون، وبعد طاحت واحد تخلع
تستوبي كيما يقولوا البكتيريا هذه سالمونيلا. ومن بعد كاين الناس واش يديروا، يعطيهم نقولوا الخميره. انا ما كنت يعني ما اعطيهم الصحه على المعلومه هذه، انا ما كنتش نستعملها، كنت نستعمل بيسونلي، كنت نعطيهم بيسونلي وصا مارش اخواني. انا مش قال لك كنت نجيب هذا هاهي نحيها ونمدها لهم فيتامين ما شاء الله. فوالا كيما قلت لكم اخواني، كاين الناس يعطيه هي عده ادويه اخواني، باه واحد ما يقول لي راني خويا واش مدواه ومنا ومنا، هي عده ادويه وكل واحد وكيف ماشي المرحله الطير تاعو اخواني. هاي هاي الوغ اخواني، سالمونيلا هي تنتشر، كاينين الناس تعطيها دواء هي تستوبي لك البكتيريا، ومن بعد كي تستوبي لك البكتيريا كاينين الناس يمدوا لهم الخميره ولا خاطر مش علاش الدواء يقتل لك البكتيريا النافعه ويقتل لك البكتيريا الضاره. كيما تعطيهش حاجه كيما يقول لك باه تعطيه البكتيريا النافعه، الفرخ تاعك راهو يموت اخواني بطبيعه الحال راهو يموت. وكاينين الناس يداويوه، يداويو العصفور ومن بعد يداويوه هي مات ومن بعد المرض يرجع، خاطر مش علاش هي نورمالمون كي تداويه تعطيه البكتيريا النافعه تزيد له، تعطيه دابور دو جور روبو ورا ما عطيتيه الخميره ولا عطيتيه حاجه باه ترجع له لي بكتيريا النافعه، لازم تزيد له يومين يومين كيما يقول لك تريتمون دواء دواء باه تحبس له وترازيلو كيما نقولوا سالمونيلا. علاش اخواني لا روماركيتي في بعض تلقاو العصافير يكوبليو، تلقاها تكوبلي العصافير الصغار الفريخ يخرجوا يومين او سيمانه يموتوا، هذه سالمونيلا حكمتها الام على هذه اخواني. يموتوا لكم العصافير وان شاء الله اخواني يكون افدتكم قدر المستطاع. الو بغيت نقول لكم السالمونيلا مش كيما الكوكسيديا، باش تعرفوا وديروا الفرق. والله ذهبت لي خلاي محمد رسول الله، كنت راه نزيد نهضر لكم هضره ذهبت لي اخواني. الو هنا اخواني واش نمدلو؟ كيما قلت لكم السالمونيلا راهي مش كيما الكوكسيديا اخواني، كون ما تعرفش تداويها راهي كيما يقول لك اخطر من الكوكسيديا اخواني، اخطر من الكوكسيديا. وعلى هذه بعض الناس كيما يقول لك الماء الماء ثم الماء اخواني، كل ما تتحكمش في البي اش تاعو. على هذه نحطوا حنا خل التفاح. انا كيما يقول لك اعوذ بالله من كلمه، انا جامي جامي من نهار تعلمت كيما يقول لك تربيه الطيور جامي عطيتهم الماء الماء كيما يقول لك تاع الدار، جامي ديما نعطيهم الماء هدايا يا اخواني. الماء هاو قدامكم ديما ديما، ما نقدرش كون نعطيهم الماء تاع الدار نحط روحي بلي راه نقتلهم، انا كشغل نساهم باه نقتل العصافير، خاطر مش حنا الكور تاعنا اخواني مش كيما الكور تاع العصافير. وعلى هذه ان شاء الله نحاولوا قدر المستطاع نكونوا في المستوى، وفي كيما يقول لك ان الفيغ كيما يقول لك واه ان الفيغ. فوالا اخواني ان شاء الله نكون قدر المستطاع فدتكم. هيا باه ديروا برك الفرق، كاين الناس يسقسيني ويقولوا العصفور تاعي ما حبش يرتاح. وكاينه اخواني انا اقسم بالله درتها كيما يقول لك الزهر اموكسيلين، وشنو كاينه اموكسيلين بوغ لي زوازو سي اخواني العصافير، هذه مليحه للسالمونيلا. وان شاء الله تكونوا فهمتوني. هيا هيا عتي ما تجيش عاد راسك خشين. فوالا اخواني ان شاء الله نكون فتكم كما يقول لك مام 5%، وسامحوني الناس اللي ما نهضرش باللغه العربيه. هذا هو ما قدرتش نبارطاجي مع اخواننا، وزيد نعطيكم برك النعاس لكم المجموعه تاعي. انا المسابقه نديرها وحدي اخواني تتغريب نتخلوها وحدي. ها اسبانيوليتو هاي اسبانيا، هذا اللهنا هذا خلوي تاع العام اللي فات اخواني، وهذا هو الخلوي تاع العام اللي فات راه ما شاء الله، وهذا المخلاوه
اخواني كاينه حاجه وسي بغيت نبارطاجيها معاكم قبل ما نكوبي. كاينين الناس يحكيو على تحميه الطيور. عندي طائر اخواني شريتو التحميه تاعو كانت صفراء، عاودت ندير لكم عليه موضوع من بعد قلت سي با لا بان. نعتولكم ارواح واش بيك ما تخافش. هاي التحميه تاعو اخواني مش حمراء، اه اقسم بالله نشاريه جديد اخواني صايد جديد. اه هاي التحميه تاعو صفر على يقول لك لاليمونطاسيون بلاك اخواني. وحنا كيما يقول لك رانا نتعلموا كل يوم نتعلموا حاجه اخواني. هاي ديكوفريتها جديده هذه صفرة. اه هيا روحي فوالا اخواني، ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم في فيديو خلاف ان شاء الله، وان شاء الله تكونوا فهمتوا على اخوكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هيا.